فلو بدأنا كده بأول حاجة خالص في التكنيكال رايتنج، بنتكلم على الديفينيشن بتاع التكنيكال رايتنج. معايا يا شباب؟ فلو بدأنا على الديفينيشن للتكنيكال رايتنج، بيتكلم على التكنيكال رايتنج از دايركت انفورميتيف كلير اند كونسايز لانجويج. يعني بتتكلم على لازم في التقرير الفني اللي انا هكتبه يكون موجه ويكون مختصر بلغه مختصره ومحدد فيها الاودينس اللي هو اللي انا بخاطبه. طب انا هخاطب مين؟ انا لو بخاطب دكتور يبقى ليها فورم معينه، لو بخاطب صاحب شركه او مصنع بيكون ليها فئه برضو او ليه كل لغه تانيه مختلفه عن اللغه الاصليه او لغه الايه الاختلاف بين الاودينس. يبقى انا بتكلم على الديفينيشن بتاع التكنيكال رايتنج، قلت ان هو لازم يكون موجه وفي معلومات كافيه وواضح ومختصر، واتفقنا لازم احدد الاودينس اللي انا هشتغل عليهم او انا اللي هكتب له الايه التكنيكال ران او التقرير الفني ده. وطبعا لازم يكون الكونتنت بتاعي بدون اي مبالغه اكزاجريشن، اللي هي المبالغه ما فيش فيها اي مبالغه. المبالغه يعني ايه؟ زي ما قلت لك برضو دي زي كونسايز كده، تكون مختصره وتتضمن الرساله، يعني تتضمن رساله معينه الرساله بتاعتها بتكون متضمنه اللي هي intended message. تمام، ده بالنسبه للديفينيشن بتاع التكنيكال رايتنج. طبعا قبل ما تشتغل او يعني وانت بتعمل التكنيكال رايتنج لازم تركز على، اتفقنا نركز على ان يكون اللغه مختصره ويكون معلومات قلنا مور انفورميتيف، يعني يكون المعلومات كافيه. فبالتالي انا لازم اسال نفسي بعض الاسئله. الاسئله اللي هتلاقيها عندك اللي انا هتكلم فيها اللي هي من اول اهو، من اول ايدنتيفاي ذا اودينس. طبعا ده اول سؤال لازم اساله لنفسي وانا بعمل تقرير، ان انا لازم احدد الاودينس، والاودينس دول لازم اجاوب على الاسئله دي. طبعا الجزئيه دي جزئيه مهمه، ان انا ممكن اسالك فيها اقول لك انا دلوقتي هعمل تكنيكال رايتنج. طيب التكنيكال، اتفضل. يعني ايه اودينس؟ اودينس يعني الجمهور، مش الجمهور بمعنى دي تعرف الحر، لا اقصد الكلام او التكنيكال رايتنج اللي موجه ليه. انا موجهه لمين؟ هل موجهه زي ما قلت لك لدكتور جامعه؟ هل موجهه لصاحب شركه؟ هل موجهه لبحث علمي؟ يقصد بكلمه اودينس، الاودينس معناها الجمهور، لكن يقصد بها اللي موجه ليه التكنيكال رايتنج. وضحت كده؟ وضحت كده هندسه ولا ايه؟ تمام يا دكتور. تمام. طيب فقلنا لازم عشان انا اكتب تكنيكال رايتنج لازم احدد الاودينس دي. وطبعا في اسئله موجهه للاودينس، يعني اول سؤال فيهم هتسال نفسك السؤال ده، هو از انتندد اودينس، مين اللي هتوجه له؟ هل هو شخص واحد او اكتر من شخص؟ السؤال الثاني السبجكت نولجمنت، انت دلوقتي هتوري له ايه او هتعمل له ايه؟ ولازم يكون التكنيكال رايتنج او الخطاب اللي انت هتكتبه او التقرير الفني ده لازم يكون متضمن كلمات واضحه وصريحه. الرقم 3 هاو ويل بي ريبورت بي يوزد، هتستخدمه او الريبورت ده الهدف منه ايه؟ والله هل الهدف منه ان انت هتطور حاجه، هتطور مثلا معمل، في عندك مشروع بتحاول تكتب له تقرير فني عشان تعرضه على مدير المشروع. رقم 2 ديترماين ذا بيربس of the report، الغرض من التقرير ايه؟ وطبعا يعني الغرض من التقرير اللي انت لازم توضح الرسالة بتاعتك. معايا كده يا شباب؟ دي الجزئية رقم 2. الجزئية رقم 3 اللي انت تجمع معلومات كافية ويكون فيها عمق، يعني ايه عمق؟ ما تكونش المعلومات دي سطحية. الجزئية رقم 4 ان انا بعمل برين ستورمينج اللي هو العصف الذهني، والعصف الذهني ده عن طريق اللي انا بحصر الافكار، اللي انا بعمل ليستنج للايدياز اللي عندي، الافكار اللي عندي، وبحطها كده على شكل ليست على اساس ان انا هرتب عليها بعد كده التقرير الفني اللي انا هكتبه.
وبعد كده بحط اوت لاينز للهيدنج والسب هيدنج. ايه الهيدنج والسب هيدنج؟ اللي هي المواضيع او العناوين الاساسيه اللي عندي. الهيدنج ده الموضوع الاساسي، والسب هيدنج ده الموضوع الفرعي. يبقى انا عندي عشان اعمل تكنيكال رايتنج، وركز في الجزئيه دي، ان انا محتاج اسال نفس الاسئله. الاسئله اللي هسالها على الاودينس، هل الاودينس اللي عندي ده اكتر من واحد ولا لا، والريبورت ده هيتقدم هستخدمه في ايه. وبعد كده بسال نفس الغرض من الريبورت ده، الغرض منه ايه، ولازم اجمع معلومات كافيه عن الريبورت بتكون بعمق. رقم اربعه ان انا لازم اعمل ليست بالايديا، لازم اعمل ليسته كده فيها الافكار اللي انا هحطها. ورقم خمسه اللي انا بعمل، بحط لنفسي اوت لاين للهيدنج والسب هيدنج. والله انا هعمل الموضوع ده، يبقى في الهيدنج بتاعي هيكون مثلا عنوانين او ثلاثه، والسب هيدنج اللي جوه النقط الفرعيه اللي بتكون فيه. حد عنده مشكله يا جماعه لحد هنا؟ ده بالنسبه للجزء الاول. الجزء الثاني بقى بنتكلم على البروديوس للفيجرز والتيبلز. لو انا عايز اعمل فيجرز وتيبلز، طبعا انتوا خدتوا مع دكتور علاء ان انا في عندي ستاندرد للفيجر والتيبل. في الستاندرد بتاع الفيجر والتيبل لازم يكون الحجم الفيجر عندي يكون واضح، ويكون اتليست تلت البيج، يعني وان ثيرد، يكون تلت الصفحه بتاعتك. ودي ممكن برضه تتسال فيها سؤال، انا عندي الفيجر الستاندرد بتاعها يكون ايه، تلت ولا نص ولا ربع؟ ممكن ايه الوان ثيرد عندي للبيج. وممكن تكون الجزئيه رقم اتنين ان انا بختار لاينز مميزه، بتكون السيمبلز عندي بتكون واضحه. الجزئيه المهمه برضو في الحته دي ان انا، اللي هي الجزئيه رقم سبعه، ان انا لازم الفيجرز دي تتحط في السنتر. ما ينفعش لو انا عندي صفحه كامله، ما ينفعش تتحط في الجانب وتركز على الحته بتاعت الفيجرز دي، لازم هكتب تحتيها اسمها او اوصفها. توصيف الفيجرز عندي بيكون دايما تحت الفيجر. يعني ايه؟ يعني مثلا لو جبت لك كده، ادي فايل وورد. فايل وورد ده فيه فيجر اهو، الفيجر ده انا عايز اوصفه. يعني ايه اوصفه؟ يعني اكتب الفيجر ده مثلا بين الفولتج والكرنت، زي ما انت خدت مع دكتور علاء، ان انا بضغط على ريفرنس، والريفرنس دي بعمل فيها انسيرت كابشن، وبقول ده والله فيجر واحد، خلاص ده فيجر، ادوس اوكي، واكتب والله الفيجر واحد ده عباره عن ايه. هروح عامل دوت كده، اكتب مثلا فولتج، وطبعا اتفقنا ان الفيجر يكون في المنتصف ويكون تحتيه التوصيف بتاعه. تمام كده يا باشمهندسين؟ حد عنده مشكله؟ حد عنده مشكله يا جماعه؟ حد مش فاهم الجزء اللي فات ده؟ يا باشمهندسين، باشمهندس احمد محمد امين، ايوه يا دكتور، كده تمام؟ في مشكله؟ تمام يا دكتور، بس يعني بعد اذن حضرتك، بس يعني قول اتفضل. نبطأ شويه بس في الكلام، او يعني اقلل شويه يعني. ماشي حاضر، ما فيش مشكله. ماشي. انا بس بديك الجزء اللي عشان بحاول اركز لك على الجزئيات المهمه اللي انا ممكن اسالك فيها. انا ممكن اقول لك والله ده نمسك نقطه نقطه، بس عشان الكميه كبيره شويه، فانا ايوه فعلا شطر كده. تمام يا دكتور، ماشي خلاص. فانا بحاول ان انا اهد يعني ايه، احاول اركز لك على الجزئيات المهمه بس. تمام يا دكتور، اركز لك على الكلام اللي انا بقوله ده. الكلام اللي هو انا بقوله ده هو اللي انت مطالب بيه. خلاص تمام، واضحه كده؟ يعني انا مش عايز الوط عليك برضو في الجزء ده، فاي كلمه انا بقولها ده اللي انت مطالب، اللي انا مش بركز عليه او اللي انا مش بقوله ده، يعني اعرف ان هو ايه، يعني بحاول اركز على النقط المهمه يعني. خلاص تمام كده، وضحت كده؟ طيب ايوه تمام. يبقى انا بتكلم دلوقتي، قلنا خلاص احنا قلنا وضعيه الفيجر، قلنا الفيجر لازم يكون تلت البيدج على الاقل، ويكون في المنتصف، ويكون بعمل كابشن، واتفقنا ان انا بعمل كابشن للفيجر.
ان انا بسميه عن طريق ان انا بعمل ريفرنس وبعمل انسيرت كابشن. انسيرت كابشن اهي، واقول والله ده فيجر واحد خلاص انا كتبته وعملته. لو عايز اعمل فيجر تاني ليكن الفيجر التاني اهو، عايز اعمله هتلاقي والله مكتوب وعايز تكتب تحتيه، فهتعمل برضو نفس الكلام، هتلاقي على طول هو سمى لك فيجر 2 على اساس ان هو معرف قبل كده فيجر 1. يبقى احنا اتفقنا بالنسبه للفيجر يكون في المنتصف ويكون تلت الصفحه ويكون الكلام مكتوب تحتيه. طب لو انا عايز اعمل تيبل، انا دلوقتي خلاص انا خلصت الفيجر، عايز اعمل انسيرت التيبل وليكن تيبل اهو، تيبل بالمنظر ده كده اهو، هعمل التيبل ده وهكتب فوقيه طبعا عشان اعمل برضو كابشن للتيبل، بنكتب فوقيه. ركز برضو في النقطتين او النقطه دي، انا لو بتكلم على التيبل بعمل الكابشن فوق، يعني ايه؟ بتعمل نفس الكلام، ريفرنس انسيرت كابشن، المره دي هختار تيبل، فطبعا عشان انا مش معرف اي تيبل هنا فكتب لي تيبل 1، فادوس اوكي خلاص هو كتب لي كيبل تيبل 1، واكتب اللي انا عايزه جنبه. يعني خلاص انا كتبت كده اهو، واكتب بقى التيبل ده عباره عن ايه، علاقه بين ايه وايه. يبقى دايما وانت بتكتب الفيجر، الفيجر بتكون الكابشن او الكلام اللي بيوصف الفيجر ده تحتيه، وبالنسبه للتيبل يكون الكلام بيكون فوقيه. حد يا جماعه عنده مشكله لحد هنا؟ لا تمام يا دكتور. تمام. طيب ده بالنسبة للجزئية دي. طبعا عرفنا او هتكلم في الجزئية اللي بعد كده على جزئية رقم 8. انا طبعا قلنا كل فيجر وتيبل لازم يكون مترقم، وانا الترقيم بتاع الفيجر والتيبل ده اتفقنا ان انا لو عملت الكابشن كده كده هو هيترقم نفسه، يعني هو كده كده هيرقمه بناء على الفيجرز والتيبل. طبعا بيتكلم هنا ان انا عندي مثلا، لو انا عندي مثلا بعمل شابترز، فعندي شابتر 4، شابتر 4 والله خلاص انا شابتر 4، يبقى اول فيجر فيه يبقى مثلا 4-1، الفيجر الثاني يبقى 4-2، الفيجر الثالث يبقى 4-3. بالنسبه للتيبلز انا عندي تيبل مثلا في الشابتر رقم 5، يبقى تيبل 5 اول فيجر، اول تيبل فيه يبقى 5-1 او 5-2 و5-3، وبكمل بعد كده. النقطه اللي بعديها اللي هي نقطه رقم 9، التايتل عندك الفيجر والتيبل لازم ليه يونيك فورمات. الفورمات بتاعته بتكون ايه؟ لازم اللي يكون الكلام اللي تحت الفيجر او الكلام اللي فوق التيبل يكون بولد. بولد يعني ايه؟ يعني انا هنا لو انا هنا بتكلم على الفيجر ده لازم اعمله بولد، اروح جاي كده وعامله بولد. وخد بالك ان بالنسبه للفيجر والتيبلز لازم يكون بالنسبه للكابشن بتاعهم يكون السايز بتاع الفونت او المساحه عندك او السمك بتاع الفونت يكون اقل من 2 بوينت. يعني انا وانا كاتب التكست 12 يبقى التيبل ده يكون او الكلمه بتاعت الفيجر والتيبل يكونوا 10، اظبطها ان هي تكون 10 وتكون بولد اهي. تمام كده يا شباب؟ يبقى ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للجزئيه رقم 9، عرفنا ان انا بستخدم الفيجرز والتيبلز، التيبل بحط الكلام بيكون او التوصيف بتاعها فوق، وبيكون الكلام ده بولد، وبيكون اقل 2 بوينت من التكست. التكست هنعرف له ستاندرد كمان شويه ان هو هيكون غالبا 12 بوينت، فانا هخلي التيبل او الفيجر التوصيف بتاعه بيكون 10. وطبعا زي ما انا قلت لك ان انا بستخدم الكابشن اللي هي الطريقه الكابشن ستايل اللي موجوده في الوورد. الجزئيه رقم 12، دايما لما باجي استخدم تيبل، انا خلاص انا هعمل تيبل دلوقتي، لو انا عندي انتريز، عندي مدخلات اكتر من 4 او من 3 ل 4 بستخدم التيبل. والله لو اقل من كده، لو اقل من كده مثلا مدخل واحد بس او مدخلين، خلاص انا مش هستخدم تيبل، انا ممكن اكتبهم في التكست. ودي برضو جزئيه مهمه، يبقى من 3 ل 4 انترز انا هستخدم تيبل، لو اقل كده مش
هستخدمه. لو سمحت يا دكتور، اتفضل يا هندسه معاك. هو يعني ايه مدخل او مدخل؟ يعني انا عندي داتا، الداتا اللي انا هستخدمها، والله انا لو بتكلم مثلا على الفولتج مثلا ومع الكرنت، انا هعمل علاقه بينهم من الاثنين دول، دول كم مدخل؟ دول مدخلين. والله لو انا بتكلم على قرايه واحده او قرايتين، يعني مثلا بتكلم عند الفولت زيرو الكرنت بزيرو، عند الكرنت الفولت مثلا ب 10 الكرنت ب 2، ده كام داتا انا حاططها؟ 2. لا ما يستاهلش ان انا اعمل تيبل. لو انا بستخدم مثلا الفولت زيرو والكرنت زيرو، والداتا الثانيه فولتج مثلا برقم والكرنت برقم، وفي داتا ثالثه ورابعه، لا يبقى لازم استخدم التيبل هنا، لازم اعمل تيبل. تمام يا دكتور. حد عنده مشكله يا جماعه لحد هنا؟ ده بالنسبه للجزء، الجزء ده انا مش عايز اكتر من الجزئيه دي. طبعا الجزء اللي بعد كده بتكلم على مينتين كونسيستنتي. يعني ايه؟ يعني انا بتكلم التنسيق، التنسيق عندي لازم يكون ثابت. وبالنسبه للتنسيق ده في بعض الشروط هنا، يفضل ان تستخدم التايم نيو رومان، اللي هو الخط اللي موجود في الوورد، يكون تايم نيو رومان طبعا، بتحدده او بتشكله من هنا. طيب ايه تاني عندي بقى؟ الجزئيه اللي قلتها لك قبل كده لازم تكون 2 بوينت فونت سايز ديفرنس بتوين سب هيدنج اند مين هيدنج. لو انا هعمل هيدنج يعني عنوان رئيسي، لازم يكون الفرق بينه وبين السب هيدنج 2 بوينت. يعني انا بتكلم ان انا التكست عندي مثلا، التكست العادي اللي انا الكلام اللي انا هكتبه، كلام كده، الكلام ده اي كلام لازم يكون قيمته او يكون بالتايم نيو رومان ويكون 12. تمام. لو هعمل هيدنج، هعمل عنوان رئيسي مثلا، هكتب كده تكنيكال رايتنج، عنوان رئيسي لازم يكون اكبر منه، يكون كام؟ يكون 14، وقلنا تايم نيو رومان. هعمل عنوان فرعي مثلا، كونسيستنسي تنسيق، فالعنوان الفرعي ده لازم يكون 14. التكنيكال رايتنج ده عنوان رئيسي، ده هخليه 16. يبقى لازم اميز بين العنوان الرئيسي اللي هو الهيدنج والسب هيدنج ده اللي هو الجزء الثاني، لو عملتهم كده يكون اقل منه، ده 16 ده 14، والتكست لازم يكون اقل منهم، كل جزئيه تكون اقل من الثانيه ب 2 بوينت. وتركز في جزئيه ال 2 بوينت دي عشان ممكن برضه تتسال فيها في الامتحان. تمام يا شباب، حد عنده مشكله لحد كده؟ حد يا جماعه مش فاهم؟ تمام يا دكتور. طيب تمام. طبعا بنتكلم على الجزئيه رقم 6، ان انا لازم المين هيدنج يكون في صفحه جديده. ما ينفع مثلا لو انا هعمل عنوان رئيسي تاني، عنوان رئيسي ده لازم يكون في صفحه جديده، ما تجيش في اخر الصفحه وتروح عامل لي الهيدنج، لا طبعا ما ينفعش، لازم يكون في صفحه جديده. تعالى بعد كده كل الجزء ده انا مش عايزه، أنا بس هسأل سؤال هنا في 3-5. 3-5 كل اللي أنا معديه ده أنا مش هحتاجه، يعني أنا مش طالبه منك. هسأل سؤال بس، acronyms والinitialism دول يعني إيه؟ حد يعرف؟ يا دكتور الاختصارات، الاختصارات والأحرف الأولى يا دكتور. الرموز والتسميات. طيب ماشي، معلش بعد اذنكم يا جماعه عشان بس هدي بونص. مين اللي جاوب دلوقتي؟ خليك معايا كده. حد طب ارفع. ماشي هندسه، اسمك؟ محمد احمد الشرقاوي. محمد احمد ايه؟ شرقاوي؟ الشرقاوي ايوه. شرقاوي ماشي يا محمد. تمام. طيب سؤال تاني، لو انا دلوقتي بتكلم على الاختصارات دي، الاختصارات دي هندسة
بتتحط فين في لو انا بشتغل مثلا في رساله علميه وكده، بتتحط فين الاختصارات دي؟ هتعرف في الاخر في الاخر يا دكتور. ابندكس في الابندكس. تمام، مين في اتنين قالوا مين اسميكم ايه يا باشمهندسين؟ حازم يا دكتور. حازم ايه؟ حازم محمد عام. حازم محمد عبد. والباشمهندس التاني واحد بس، احمد. احمد ايه؟ احمد عطيه. احمد عطيه، ماشي. اللي بعد كده قلب، انا مش كل ده انا مش محتاجه، انا عايز صفحه 43. صفحه 43 الجزئيه 366 الكومباوند وورد. الكومباوند وورد اللي هو الكلام المركب، والكلام المركب دكتور بعدين اتفضل. معلش قول. هو كده الاكرونيمز بس، هو ده اللي حضرتك عايز تسال فيه اللي هي معناها ايه بس؟ انا بص، كل اللي انا بعلم عليه او كل اللي انا بكلمك فيه ده انت المطالب بيه، والكلام ده انا قلته. ايوه لا انا فاكر، بس فاكر انك هتشرح حاجه في الاكرونيمز فتحت الصفحه، فانت بس عايز حضرتك تسال السؤال ده بس. صح، معلش عيد تاني كده الكلام، انا ما سمعتش بتقول ايه. بقول لحضرتك انا فاكر ان انت هتشرح الاكرونيمز والانيشاليزمز ده، فانا فتحت الصفحه. لا لا بس ده، لا انت اخدته قبل كده مع دكتور علاء الكلام ده. طيب المفروض والله انا مثلا هتقول انا مش هاكل. انا بصي قاعد بعلم على ام الكتاب، الكتاب 50 صفحه بيقول لنا الحاجات اللي هتيجي في الامتحان. معايا كده يا شباب؟ احنا بنتكلم على الكومباوند ووردز، وقلنا الكلام اللي عندي بيكون الكلام المركب، واتفقنا الكومباوند وورد دي لازم الكلام يحط بينهم هايفن. الهايفن اللي هي الشرطه او الداش دي، ودي برضو ممكن تيجي لك في كاختياري. الهايفن بستخدمها فين، او هنحط بدل في الكلام المركب بستخدم ايه، وممكن اديك اختيارات فيها. اقول لك مثلا كولوم سيمي كولوم هايفن، ممكن تتقال لك بالشكل ده. وخد بالك ان الهايفن دي بتتحط في الكلام المركب من الارقام من 21 ل 99، يعني من 21 ل 99. لو انا مثلا بكتب 21 23 لازم اوضح او احط هايفن ما بين الكلمه والكلمه الثانيه اللي هو الكلام المركب. استخدام برضو زي ما هديك امثله هنا، مثلا 7 hours 3 انش رولر، بحطها دايما الكلام الارقام وبعديها بوصف الحاجه لازم احط هايفن. الجزئيه الثانيه لو بتكلم على إيه، اتفضل اتفضل معايا. ايه هايفن دي اللي هي الشرطه دي؟ الهايفن اللي هي الشرطه دي يا هندسه، دي اسمها هايفن. تمام كده. بستخدم الهايفن فين تاني؟ بستخدمها في لو انا ايميل بين الاي والمثلا، لو في الحاجات الالكترونكس دايما ايميل اي كوميرس اي ارتكل، بحط طبعا بين الاي والكلمه اللي جماعه معناها الكترونيك، يعني اي دي معناها الكترونيك، فبحط الهايفن دي. تعالى بعد كده قلب لي الجزئيه دي، هات لي 3 6 10. كل ده انا مش محتاجه. بالفرق بين ذات ويتش، ودي جزئيه برضو جزئيه مهمه، ان انا عايزك تعرف لي لو قلت لك انا بستخدم ذات ويتش بستخدمهم ليه والهدف منهم ايه. طبعا كلمه ذات بستخدمها في الجمله دي بتعين عن قيد، قيود ريستريكتس، تمام، وبتديك كمان معلومات اضافيه، يعني برضو بتديك معلومات اضافيه لكن هي بتستخدم دايما في القيود، وتركز دايما في حته القيود دي عشان برضو ممكن اقول لك ايه الفرق بينها بين ذات وبين ويتش. زي ما اديك مثال هنا، ذا ارتكل ذات ووز برينتد ان ذا نيوز بيبر يسترداي از ان اكيوريت، مش مظبوط. معنى كده ايه؟ ان انا بحط قيد على مين؟ على الارتكل اللي موجود. ويتش بقى عكسها بتعمل ايه؟ بتديك توصيف افضل، توظيف افضل للجمله اللي عندك. زي هنا باليرينا ووز دانسينج اراوند ذا روم ويرينج بيسبول كاب ويتش دي بوصف الجمله اللي قبل منها، يعني كلمه ذات دي معناها ان انا بحط قيد، وويتش دي معناها ان انا بوصف حاجه انا قلتها قبل كده. تركز برضو على ايه الفرق ما بين ويتش والفرق ما بين ذات. تعال قلب معايا كده.
اخر جزئيه في الشابتر. انا كل اللي ده مش محتاجه. تعالى صفحه 57. صفحه 57 اللي هي اخر حاجه في الشابتر. انا دلوقتي بتكلم على الديكومنت. انا خلاص بعد ما خلصت التقرير محتاج تعمل ايه او محتاج تعرف ايه. اول حاجه الاسئله اللي هتسالها لنفسك. احنا قلنا في اسئله بسالها قبل كده قبل ما اعمل التكنيكال رايتنج، في اسئله بعد ما تخلص التكنيكال رايتنج. تركز في الفرق. اول حاجه احنا قلناها خالص في الشابتر الاسئله اللي انا بحدد الاودينس، بحدد مين الرساله المتضمنه هتكون ايه، وقلت لك بنعمل برين ستورمينج الجزئيه اللي انا قلتها في الاول. هنا بقى انا بقول لك انا عايز بعد ما خلصت التكنيكال رايتنج انا محتاج ايه. والله اللي انا محتاجه اسال نفسي الاسئله دي. هل الرساله انا وصلتها بدقه او وضحت قوي الرساله اللي انا ركزت عليها؟ طيب والكي بوينتس ايه هي الكي بوينتس؟ حد يعرف؟ النقاط الرئيسيه اللي مركز عليها الاساسيه دكتور بتاع التقرير. ماشي هندسه. اسم هندسه احمد عطيه دكتور. احمد عطيه باشمهندس. احمد تمام. احمد جمال. محمد الشراوي. محمد الشراوي. خلاص هندسه تمام. واحمد جمال يا دكتور. خلاص انا كتبت خلاص احمد جمال ومحمد الشرقاوي. يلا علي اسمه دكتور احمد عطيه. انا قلت نعم. انا قلت يا دكتور احمد عطيه. ثانيه واحده. اسمك احمد عطيه ايه؟ احمد عطيه ابو المعتب. ماشي يا دكتور. دكتور اتفضل. محمد في اتنين محمد الشراوي، انا اسمي محمد احمد محمد الشراوي عشان بس اللخبطه. تمام يا هندسه تمام. يبقى انا اركز في الجزئيه دي. انا بسال نفسي الاسئله اللي انا يعني خلاص انا عملت التكنيكال رايتنج، عملت التقرير الفني اللي انا هقدمه هقدمه للدكتور، هقدمه لمصنع او صاحب مصنع، او هقدمه مثلا لبحث علمي وكده. فبسال نفس الاسئله دي. الغرض هل الرساله وصلت عندي، او الكي بوينت اللي انا هركز على النقط الاساسيه اللي انا عملت لها برين ستورمنج وعملت لها ليستس، عملت لها قائمه اختصارات دي اتعرفت ولا لا. وبعد كده بتكلم على الكونسبت اوف باك جراوند انفورميشن. هل اللي انا الباك جراوند لازم طبعا احط الراجل اللي معايا ده او الراجل اللي انا هبعت له التكنيكال رايتنج اكيد مش هيكون فاهم زي صاحب مصنع، طبعا ممكن ما يكونش فاهم الشغل التكنيكال ده اكتر منك، فلازم تبسط له المعلومه عن طريق ان انت تحط له باك جراوند انفورميشن، تحط له معلومات بيز او معلومات اساسيه. وطبعا الانفورميشن از ديليتد. دي مشكله اللي انا دلوقتي لو انا المعلومه اللي عندي ما وصلتهاش بالكامل او اي جزء منها ضاع، هل هياثر لي في التكنيكال رايتنج نفسه؟ ولو انا عندي الكونتنت عندي اكيوريت، طبعا الكونتنت اللي موجود عندي هل هو مكتوب بطريقه صحيحه وبدون مبالغه، والداتا سبورت كونكلوجنز. طبعا بعد ما اخلص التكنيكال رايتنج زي ما قال لك دكتور علاء، انا طبعا ببدا بابستراكت وبنهي بكونكلوجن. الكونكلوجن اللي عندي ده هل هو بيتعلق الداتا بتاعته او الكلام بتاعه، هل انا ناسي حاجه من اللي انا اشتغلتها فوق ولا لا؟ والكونكلوجن والريكومنديشن دي اتفقنا دي اللي هي اخر حاجه خالص بكتبها في التكنيكال رايتنج، هل هي واضحه ولوجيكال، هل ما هي منطقيه ولا لا؟ دي الاسئله اللي انا ممكن اسالها لنفسي بعد ما اخلص التكنيكال رايتنج. اخر جزئيه خالص عندك في الشابتر حاجه اسمها البير ريفيو. طبعا بعد ما بعمل التقرير اللي انا كتبته ده سواء كان بحث علمي او حاجه، طبعا المفروض ان هو بيتراجع. طب هيتراجع ازاي؟ زي ما مكتوب لك هنا اللي انا دايما باجي بعمل التقرير بيكون الورك ده بيروح لاذر انجينيرز. لو انت مهندس لسه بادئ هتعمل تقرير لازم ناس تراجع عليه، طبعا بيكونوا مهندسين اكبر منك في السن. وبيعملوا لك ايه بقى المهندسين دول؟ وتركز في الجزئيه دي. الهدف بتاعهم ان هو بيكتبوا وان وورد ريسبونس. يعني ايه؟ بيكتب التقدير او الدر، يعني بيقول لك اه والله ده التقدير ده جيد. مش كلمه واحده بمعنى كلمه واحده لا، ممكن لازم يكتب لك كلام مختصر، كلام مختصر عن العيوب اللي موجوده عندك في التقرير ده. حد عنده مشكله يا جماعه لحد هنا؟ يبقى انا اتكلمت
انا كده الشابتر خلص. انا هراجع تاني على اللي انا قلته النقط المهمه عشان في ناس دخلت متاخر. دكتور يا ريت اخر جزء حضرتك شرحته. ابدا فيه الاول. طب ماشي هشتغل فيه. انا بتكلم بعد ما عملت التقرير اتفقنا ان انا بسال نفسي الاسئله اللي هم الثمان اسئله دول. وبعد كده بعد ما بخلص التقرير بنعمل حاجه اسمها بير ريفيو. يعني ايه؟ ببعته لجزء من او ببعت التقرير ده لعدد من المهندسين، والمهندسين دول هيشوفوا التقرير ده ويكتبوا لي كومنت، والكومنت ده ما يكونش مقال، لا ده بيكون محدد بنقط. ممكن يكون محدد بكلمه واحده، طبعا ممكن تكون صعبه او تكون جمله مختصره. فده اهم حاجه، ده اسمه البير ريفيو. بعد ما بتخلص التكنيكال رايتنج محتاج ان انت او يتراجع عليه، وبيتراجع عليه من مهندسين. ممكن المهندسين دول يكونوا شغالين معاك او يكونوا اكبر منك في السن. لو انت بعتها لمجله علميه طبعا بتروح للريفيور اللي عندك، بيشوفوها وبيقيموا وبيحط لك نقط مختصره للعيوب او الاسئله اللي هم عايزين يفهموا منها او عايزين توضح او عايزينك توضحها له. حد عنده مشكله هنا يا جماعه؟ يا باشمهندسين دكتور لمحل اتفضل يا هندسه. معلش ممكن حضرتك بس تقول لنا الصفحه اللي حضرتك شرحتها والنقط المهمه فيها بس من اول ثلاث دقيقتين كده عشان لسه في ناس داخله؟ حاضر ماشي. خليني هرجع تاني هبدا من الاول. معايا كده يا شباب؟ انا بدات من الاول قلت ان انا عندي التكنيكال رايتنج ده ديفينيشن بتاعه. الديفينيشن بتاعه مهم، اللي هو لازم يكون موجه ويكون فيه معلومات كافيه ويكون مختصر، وانت بتكون محدد الاودينس اللي عندك. الاودينس اللي هم ما قلتش معناها ان هم الجمهور، لا، الخطاب موجه ليهم او التقرير ده موجه ليهم، ولازم يتكتب بدقه ويكون ما فيش فيه اي مبالغه. تمام. واتفقنا ان انا قبل ما ابدا التكنيكال رايتنج لازم اسال نفسي بعض الاسئله. الاسئله اللي انا اول حاجه بحدد فيها الاودينس، اللي انا لازم احدد الاودينس ده اول سؤال. تاني حاجه الغرض من التقرير ده، وتالت حاجه ان انا بجمع معلومات كافيه وبعمق عن الجزء او الحاجه اللي انا هكتبها او التقرير اللي انا هكتبه. رقم اربعه بعمل برين ستورمنج، عصف ذهني، عن طريق ان انا بعمل لسته بالافكار اللي انا هستخدمها. ورقم خمسه اللي انا بحط الاوت لاينز، الخطوط العريضه اللي عندي للهيدنج والسب هيدنج ذات كونفي كي بوينت اللي هي هتنقل النقط بتاعتك. بعد كده اتكلمنا على الفيجرز والتيبلز، وعرفنا من خلال الوورد قلت لك ان الفيجر انا لما باجي بكتبه، الفيجر لما باجي اعمله طبعا لازم يكون في المنتصف ويكون حجمه تلت الصفحه اللي عندك، ويكون الكابشن بتاعه بيكون تحت الفيجر. وعرفنا الكابشن بنجيبه منين؟ بنجيبه من ريفرنس وانسيرت كابشن، سواء فيجر او تيبل انت بتختار اللي انت عايزه. بالنسبه للفيجر بنكتب الكلام او توصيف الفيجر بيكون بيتكتب تحتيه. بالنسبه للتيبل التوصيف بتاعه بيكون فوقيه، ونفس الكلام انا بكتب التيبل بتاعتي بكتبه فوقيه. واتفقنا ان يكون التيبل او الفيجر الكلام نفسه او التوصيف ده يكون اقل من التكست باتنين بوينت. يعني انا التكست دايما ستاندرد عندي، وركز في الجزئيه دي، التكست ستاندرد عندي 12. بالنسبه للتيبل والفيجر انا هكتبهم، الفيجر هكتبه تحتيه هكتبه 10، التيبل هكتبه فوقيه هكتبه 10، اقل باتنين بوينت من التكست. واتفقنا ان انا هعمل هيدنج وسب هيدنج. الهيدنج هيكون 16، السب هيدنج هيكون 14، التكست هيكون 12. تركز جدا في اللي انا قلته ده عشان ده هي دي الاسئله اللي ممكن تتسال فيها. الهيدنج بيكون 16 والسب هيدنج 14. مش مهندس الدكتور اتفضل اتفضل تاني بس معلش الحته التانية تاني معلش. انهي جزئيه اللي انا بتكلم فيها؟ في الفيجرز والتيبلز ولا الجزء؟ ايوه بالظبط. ايوه هي دي.
ماشي. جزئية الفيجر احنا اتفقنا ان الفيجر ده لازم يكون حجمه تلت الصفحة، ده اقل حاجة اتليست، ويكون واضح ويتكتب تحتيه الكابشن بتاعه، توصيف الكابشن اقصد بيها ان انا بحدد او بوصف الفيجر ده عبارة عن ايه، فيتكتب تحتيه. وقلنا الكابشن ده بيجي منين؟ بيجي من ريفرنسز انسيرت كابشن. ممكن اقول لك الكابشن اللي بيتكتب ده بيجي منين؟ هل من الوورد، هل من الديزاين، ولا من الانسيرت، ولا من الريفرنس؟ فدي هسألك في الجزئية دي. طيب الجزئية الثانية ان انت ما تيجي تكتب الفيجر ده، كلمة فيجر انا هكتبها واكتب التوصيف، لازم يكون الحجم بتاع الخط اقل من التكست. حجم الخط هيكون كام؟ بيكون 10. ليه اقل من التكست باتنين؟ التكست لما اجي اكتبه، التكست العادي بيكون دايما 12، اما اجي اكتب تحت اكتب الفيجر او اكتب التيبل فوق بكتبه 10، اقل منه باتنين. طيب لو انا عايز اعمل هيدنج وسب هيدنج، الهيدنج دايما بيكون 16، عنوان رئيسي بيكون 16. وركز في الحاجات دي عشان بس اتفضل. بعد اذنك بس لو انا حجم الخط عندي 12، هل ده معناه ان التكست عندي 14؟ حجم الخط 12 ايه بعد كده؟ معناه هيبقى التكست عندي هيبقى 14. لا ده انا التكست ده قلت لك التكست اللي هو ايه، الكلام اللي انا بكتبه، الكلام العادي مش عنوان رئيسي. التكست ده 12 على طول. العنوان بقى اللي فوق ايه التكست ده اللي بيوصف التكست ده، العنوان ده بيكون 14. اللي انا كاتبها لك كده كونسستنسي دي اللي هي التناسق دي بيكون 14. العنوان الرئيسي اللي هو الهيدنج ده 16، يعني دي كده دي 16 اهي. هي 16 ودي السب هيدنج 14، والتكست هكتب لك تكست اهي 12. حضرتك مش من شويه قلت حجم الخط 10؟ في حجم خط انا قلت حجم الخط فين يا هندسه؟ قلت حجم الخط بتاع التوصيف بتاع الفيجرز والتيبل ده 10، ده بيكون 10. ده تركز في الفرق، اللي تحت الفيجر او فوق التيبل ده بيكون 10. بتكلم في موضوع العنوان الرئيسي عندي بيكون 16 اللي انا كاتبها لك اهي، العنوان السب هيدنج بيكون 14، التكست العادي اللي انا هكتبه بيكون 12. دول اللي هي الفيجر ده كده الكلام ده بيكون 10. طب يا دكتور لو انا عندي العنوان الرئيسي ده يبقى الاول وبعدين عنوان تحته وتحت العنوان ده هكتب مثلا اللي هو الكونتنت المحتوى بتاعي، فالمفروض هيبقى اقل منه. ما هو ما انا قلت لك بعدين اخد كل واحد من اللي هو الفكره الرئيسيه اللي انا كتبتها فوق ديت هتبقى هي اللي تحتها اللي هيبقى تحتها الشرح بتاعها. لا ركز معايا بقى، انا بتكلم في ايه؟ اي عنوان هيدنج لازم يكون تحتيه سب هيدنج، ما ينفعش تحت الهيدنج يكون تكست. الهيدنج ده اللي هو اسم الشابتر اللي هو شابتر 3 تكنيكال رايتنج، في تحتيه سب هيدنج. سب هيدنج ده اللي هو العنوان الاولاني اللي تابع للهيدنج، ده يكون اقل منه باتنين اللي هو 14. تحت السب هيدنج لازم يكون في تكست، اللي الدكتور علاء المفروض قال لكم الكلام ده، التكست ده لازم يكون 12. وضحت دي ولا لا؟ عيدها تاني لو مش واضحه. لا تمام يا دكتور. تمام. انا بتكلم بقى الحاجه الثانيه، الفيجرز والتيبلز التوصيف بتاعهم لازم بالفيجر والتيبل يكون الفيجر تحتيه التوصيف والتيبل قبليه التوصيف بتاعه، ويكون 10، بستخدم 10. حد عنده مشكله في دي قبل ما اخلص الجزئيه دي؟ تمام يا باشمهندسين. تمام يا دكتور. تمام خلاص، بعد ما خلصت ترتيب ان انا قلت هسال نفس الاسئله دي قبل ما اعمل تكنيك رايد اللي هم الخمس اسئله دول، الخمس اسئله دي مهمين. دخلت بعد كده على الفيجرز والتيبل وشرحنا الكلام ده كله على الوورد، وقلت لك ان الفيجرز دي لازم تكون في المنتصف، وبعمل بشتغل على ان يكون اهي رقم 7 لسه قايلها لك هنا دلوقتي. قلت لك ان الفيجر التايتلز عنده بيلو، والتيبل التايتلز بتاعته بتكون اباف يعني قبل التيبل وبعد الفيجر، ويكونوا 10 بوينت.
ده بالنسبة للجزئية دي. بعد كده اتنقلت على الجزئية رقم 12، قلت لك ان انا هستخدم تيبل امتى؟ لما يكون عندي داتا انتري، الانتري اللي عندي اكتر من 3 ل 4، يعني من 3 ل 4 فيما فوق خلاص هعمل تيبل، اقل من كده لا مش محتاج ان انا اشتغل او اعمل تيبل. بعد كده دخلت على مينتين كونسيستنسي، يعني بعمل لازم احافظ على التنسيق، واتكلمنا عليه من خلال الوورد برضو، قلت لك ان انا عندي لازم يكون 2 بوينت ديفرنس بين السب هيدنج والهيدنج. قلنا الهيدنج 16 والسب هيدنج 14، واهو من 11 ل 12 انا دايما بفضل 12 يكون للتكست، اهي الكلام اللي احنا لسه قايلينه ومعرفينه او شغالين عليه بالوورد. حتى هو شارح لك بعديها اهو 16 بوينت المين هيدنج اهي وبولد، ويكون بولد، و14 بوينت للسب هيدنج و12 للتكست، اهي مكتوبه حتى عندك بالخط الاحمر ده. حد عنده مشكله هنا يا جماعه؟ ده بالنسبه للجزئيه دي. بعد كده اتنقلت قلت لك ليه الكومباوند وورد اللي هي 3 6 6، قلت الكومباوند وورد انا بستخدم الهايفن. ايه هي الهايفن؟ اللي هي الشرطه دي، الهايفن دي تكون من الارقام من كام لكام، من 21 ل 99، من 21 ل 99 ده استخدامها الاساسي، او اوصف حاجه رقم وبحط بعاه توصيف مثلا 7 اورز 3 انش، لازم احط الشرطه دي طبعا من الارقام احنا قلنا كده كده معاك اللي هي من 21 ل 99، دي الهايفن اللي هي الشرطه دي. بعد كده قلنا برده استخدامات الهايفن فين؟ لو حاجه الكترونكس زي ايميل، ايميل اللي هي الكترونيك ايميل، اي كوميرس، اي ارتكل، يعني تتبع الهايفن الجزئيات دي. اخر حاجه اتكلمنا عليها اتفضل. هو حضرتك ما قلت من 21 ل 99 صح، بس هي معموله من اول 7 ولا انا اللي فاهم غلط؟ لا هي 7 دي لو انا هكتب الكلمه، هكتب 21 هكتبها بالانجلش كحروف فبتتعمل، لكن بتستخدم برضو لو انا هكتب رقم 7 ده واوصف حاجه مثلا 3 hours 4 hours 7 hours، طالما هكتب الرقم عادي لازم احط هايفن، لكن لو انا هكتبه ككلام زي مثلا بص 21 لازم احط شرطه بين الاثنين، ده لو هنكتبها حروف. وضحت دي؟ تمام شكرا. دي بالنسبه للجزئيه دي. بعد كده قلت لك اتنقل للثلاثه لصفحه 47، قلت الفرق بين ذات وويتش، وقلت لك ان ذات دي بتتكلم على القيود، لو انا عايز مثلا حاجه مقيده او حاجه مش هوصفها، حاجه ريستريكت عليا فبستخدم ذات. ويتش اللي انا بوصف حاجه بوصفها بالنسبه زي ما قلت لك المثال ده، فويتش دايما بيستخدم للتوصيف وذات دايما للقيود. بعد كده اتكلمت على اخر جزئيه خالص اللي هي الجزئيه رقم 38 صفحه 57، وقلت لك بعد ما بتخلص التقرير بتاعك خلاص انا خلصته، لازم اسال نفسي اسئله ثانيه، وقلت الاسئله دي برضو مهمه اللي هم هتلاقي عندك 8 اسئله، وشرحنا الثمان اسئله دول، قلنا ان الغرض ده بيكون وصل او الغرض من الرساله ده بيكون وصل ولا لا، والكي بوينت النقط الاساسيه دي عملتها ولا لا، هل في معلومه من المعلومات دي اللي انا حذفتها، المعلومات ممكن انا اكون حذفتها، هل هتاثر في استيعاب القارئ او هتعمل لي مشكله ولا لا. قلنا الكونكلوجن برضو مهم جدا، الكونكلوجن عندي ده واضح، لازم طبعا اي ما بعمل بحث علمي لازم اركز، لو انا بشتغل بحث علمي ابستراكت وكونكلوجن، قبل ما اخش في الموضوع لازم اقرا الابستراكت اللي هي المقدمه اللي انا بمهد فيها واقول والله الموضوع ده بيتكلم عن ايه، والكونكلوجن اللي فيه الريزلت او الريكومنديشن التوصيات اللي انت حاططها. فطبعا دول اول اتنين لازم اركز عليهم، فانا بسال على هنا بعد ما خلصت هل الكونكلوجنز والريكومنديشن دي بتكون واضحه ولا لا. بعد كده قلنا بعد ما بخلص التقرير بعمل حاجه اسمها بير ريفيو، مش انا اللي بعمل، انا بقدم التقرير ده وبيجي مجموعه من المهندسين اللي هم اكبر مني في الجريد، بدلهم التقرير ده وهم بيوصفوا بيطلعوا الفيدباك بتاعهم سواء نقط قوه او نقط ضعف، والله التقرير عندك ده مميز في النقط الفلانيه وعيوبه في النقط الفلانيه. وطبعا بيكون التقرير ده مش هقول لك وان وورد ريسبونس، ممكن يكون اكتر من وان وورد، يكون جمله مختصره، اهم حاجه يكون كونسايز، كونسايز يعني مختصر.
حد عنده مشكلة يا جماعة لحد هنا؟ ده كده بالنسبة للشابتر، شابتر 3 انا قلت لك المختصر بتاعه والحاجات اللي انا عايزها فيه. حد يا جماعة عنده مشكلة؟ طب بعد اذنك بس يا دكتور، اتفضل يا هندسة معاك. هو حضرتك يا دكتور ما ينفعش تعمل لنا مثلا فيديو وتحرك ترفعه على اليوتيوب تقول لنا فيه الحاجات المهمة والحاجات اللي احنا محتاجينها نعرفها في كل الشباتر؟ لا بص بقى عشان تبقى واضحين، انا بتكلم انا بالنسبه للشابتر اللي عندي 3 او 7، انا الكلام اللي انا قلته ده هو الكلام المهم. انا مختصر جامد او مختصر كتير قوي في الشابتر ده، عشان الشابتر ده ممكن تكون حاجات انت اتقالت لك قبل كده او حاجات انا شايفها مش مهمه. فبالنسبه ل 3 و7 انا هعمل كده، لكن ما ينفعش ان انا دكتور علاء اقول له كده. كل واحد يعني ليه جزء، وكل واحد بقى مسؤول عن الجزء بتاعه. فانا بالنسبه لي انا كل بقعد معاك، قعدت المره دي معاك خلاص انا خلصت لك النقط اللي انا عايزها من الشابتر ده، خلاص انا قلتها واعتقد كلكم كتبتوها، وانا مسجل المحاضره دي يعني المحاضره عامل لها ريكورد. فانت بعد ما تخلص شوف الريكورد ده، لو انت مثلا ما حضرتش او ناس ما حضرتش شوف الريكورد ده وراجعه تاني. وانا رجعت على الحاجات دي مرتين، يعني كل الحاجه قلتها تاني مرتين، فما اعتقدش. تمام كده يا دكتور؟ تمام كده وضحت يا جماعه؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. تمام تمام. طيب ان شاء الله حد عنده اسئله؟ طيب قبل ما اقفل دكتور، شابتر 6 ده علينا؟ هو دكتور علاء اداك شابتر 6؟ هو المفروض يكون اداهولك ده المفروض. انا بالنسبه لي شابتر 3 وشابتر 7 هساله انا على المعلومه دي، هساله وهجاوبك المره الجايه. ماشي دكتور، شكرا. يا دكتور هو عطانا الابستراكت بس، الابستراكت بس اللي عطانا من شابتر 6، من شابتر 6 عطانا الابستراكت بس. طيب انا خلاص انا هساله على الجزئيه دي، هساله فيها فعلا. بس انا يعني لو في حاجه، لو انا ما قلتها اللي انا اي كلمه انا بقولها انا مسؤول فيها قدامك خلاص. فانا بالنسبه لي 3 و7 دول انا هخلص النهارده 3 خلصته، 7 المره الجايه، وهشوف 6 ده والله هو قال في ايه، ولو كده ان شاء الله نشرحه مفيش مشكلة، وأقول لك الحاجات اللي إيه الحاجات اللي تركز عليها. دكتور بعد إذن حضرتك دكتور. اتفضل يا باشمهندس، اتفضل معاك. معلش يا دكتور بس هتطرف لنقطة كده. تمام. شابتر 6 تمام. الدكتور علاء قال لنا ان الشابتر ده يعني دكتور احمد حسين يا اما هيديه لكم يا اما لسه بنفكر هيديكم ايه بالظبط وكده. تمام. انا عارف من ساعه دكتور علاء في الكويزز تمام، كان ساعات يعني مثلا قال لنا مثلا عامل لكم كويز على شابتر 4 و5، انا عارف ان في شابتر من شابتر 1 هيجي اسئله. مثلا عامل لكم كويز على شابتر 1 و2، لا انا عارف ان في اسئله هتيجي من شابتر 5. تمام. فدخلت الميد تيرم، دخلت الميد تيرم وانا عارف ان في اسئله هتيجي من شابتر 6، انا عارف من شابتر 6 ان هتيجي اسئله. المهم يا دكتور دخلت الميد تيرم تمام، مذاكر شابتر 6 مش مذاكره كله، مخطط على حاجات مهمه زي البرزنتيشن وزي الابستراكت وزي الحاجات دي، مخطط على حاجات ممكن تفيدني. وبالفعل كان ظني في محله، دخلت ولقيت لا يقل عن 6 أو 7 اسئله من شابتر 6. الحمد لله حلتها، الحمد لله حلتها وحلتها صح، انا متاكد مليون المية حلتها صح. انا كمان رجعت جوجل وبتاع ولقيت على الثلاث ساعات. تمام تمام يا هندسه. انت بس طب قول لي بس انت يعني بعد كل ده قصدك يعني انا ممكن اجيب حاجات من انا لغيتها يعني؟ لا مش كده. انا بس انا بقى اللي انا هتكلم فيها ان انا دلوقتي بقى بعد كل ده وبعد ما تعبت في كل ده يا دكتور، والله أيوة. العظيم والله العظيم ما متخيل ان درجات نزلت امبارح، ما متخيل ان دي درجتي. لا بص الدرجات دي هو احنا ما حدش فينا ليه دخل فيها، دي بتعلم هو يعني محطوط له الاجابات وهو بيعلم، مش دكتور علاء. انتوا برضو دي حته برضو مش ايه مش واضحه، فاكرين الدكتور علاء هو اللي بيعلم. لا ده الموضوع ده الكترونكس، هي مش جاي كله اختيارات، الاختيارات دي احنا من ماشي بس دكتور علاء هو. طب يا دكتور معنى كده ان هو جاب من شابتر 6، هو قال لنا ان شابتر 6 مش معانا في الميد تيرم. يعني قال لكم شابتر 6 مش معاكم وجابها في الامتحان، يعني ده المقصود. انا ما اعرفش عشان ما ذاكرتش شابتر 6، بس على كلام الباشمهندس اللي بيقول جاي منها 7 اسئله
لا يبقى احنا كده الشابتر 6 مش تبعنا ايوه خالص. هو في فعلا 7 أو 8 أسئلة من شابتر 6. طيب انا هقول لك حاجه يا هندسه، الاسئله الاسئله اساسا بيختار الاجابه، مين اللي بيختار الاجابه؟ اللي اختيار الاجابه بيبقى الدكتور، هو ده اللي فارس قصده عليه، ان الدكتور هو اللي مختار الاجابات، الاجابات في اختيارات غلط. انا متاكد ان الدرجات دي مش بتاعتنا، الدرجات احنا حالين حاجات صح. طيب انا هقول، طب انا عشان بس اقول لك حل للنقطه دي، هنحاول اكلم دكتور علاء يعني نزود شويه، يعني مش هينفع طبعا، مش هينفع نعدل يعني عشان انا دكتور معلش بعدين كان هقطع حضرتك معلش بعد انا مسؤول بس كانش واضح معايا قلت لك بعد اذنهم يعني بس ما حدش يقاطعني اخلص كلام بعد كده عايز يتكلم يتكلم. انا دلوقتي النقطه اللي انا مش بتكلم فيها شابتر 6 او غير شابتر 6 انا تمام التمام، انا النقطه اللي انا بتكلم فيها دكتور تمام، انت حضرتك بتقول ان الكمبيوتر هو اللي ليه دخل وكده، انا وحيات ربنا وحيات ربنا وحيات ربنا انا حوالي 5 6 من الدفعه كانوا بيحلوا معايا لحد الفجر، حلل لهم الشيت الناس دي، انا اللي حلل لهم الشيت، الناس دي جايبه اكبر مني، جايبه في درجات اكتر مني، وانا الوحيد اللي اقل فيهم، انا جايب 7.5 وهم في الثمانيات وكده، انا مش فارق معايا النص درجه ولا فارق معايا الدرجه ولا الكلام ده. انا على فعلا 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 مجهود اللي ضاع عشان دي ماده نظريه، وانا مش داخل اصلا هندسه عشان ماده نظريه، انا داخل فعلا عشان افهم بس. عارف والله بدون قطع كلامك برضو معلش، انا عشان كده انا عارف ان هي، انا كواحد كنت مهندس وبعد كده معيد، انا بحاول اعرف ان الطالب بيمل شويه من الماده النظريه، وعارفين ان هو ايه يعني ما عندوش طاقه، او ممكن يركز شغله مثلا في مواد تانية اكتر، فعشان كده بحاول نركز في الجزء المهم. دي نقطه. النقطه بان اسمك ايه بس يا هندسه الاول؟ عرفني باسمك بس الاول عشان اكلم دكتور علاء بخصوصك. اسمك ايه؟ فارس احمد. فارس بص يا هندسه، انا دلوقتي هكلم دكتور علاء فيما عشان برضه يبقى كلامه واضح، هكلمه فيما يتعلق من شابتر 6. شابتر 6 ده جه فيه اسئله، هو قال لكم على كلام كنتوا ان مفيش شابتر 6 ده جاي مش جاي في الامتحان، قال ولا ما قالش؟ قال يا دكتور. قال. قال. جميل. قال اللي جاي في الامتحان 1 و2 و4 و5. طيب انتوا جايين امتى؟ فارس جاي امتى الجامعه؟ انا باجي يوم حد واثنين. طيب بص بقى، لو انتوا يعني لو الاسبوع اللي جاي ان شاء الله الدراسه مكمله ومفيش فيها مشكله، بعد اذنك يا فارس اتواصل معايا، يعني تعالى لي كده على الاوضه وانا هكلم دكتور علاء كده كده بخصوصك، مش بخصوصك بس، بخصوص شابتر 6 ده اللي هو انت قلته ان هو مش جاي، ونحاول نعدل شويه في الدرجات، يعني هنحاول نعدل في اوعيدكم ان احنا هنحاول نعدل في الدرجات معايا. خلاص يا دكتور والله انا بس انا اصلا يعني انا هدفي من ان انا اكلم حضرتك، انا مش هدفي شابتر 6 خالص، انا زي ما قلت لحضرتك انا اصلا داخل يعني عامل حسابي اصلا ان هو جاي، يعني حتى هو ما قالش ان هو جاي، بس انا داخل في حاجات فعلا مخططه عشان كان الامتحان اوبن بوك لو حضرتك سمعت. خططتها كده في البرزنتيشن واللي هو بروجكت ريبورتس والحاجات دي، قعدت اخطط وبتاع برده وعملت اللي عليا وكده تمام، بس الفكره فاهم اللي هو استغربت امبارح، طب ازاي الناس دي، ده انا اللي حللها الشيت بتاع 2019 2020 تمام، كان فيه حوالي 80 او 70 سؤال ام سي كيو صح وغلط، الشيت ده انا حله من اوله لاخره، حتى يعني في طالب معانا اسمه محمود المصري يشهد، احنا سهرين لحد الفجر عمالين نحل في يا فارس. يا دكتور مع حضرتك معلش حد فتح المايك. لا ولا يهمك معاك. بص يا باشمهندس فارس، بص عشان بص يعني اختصر عليك الكلام، انا زي ما قلت لك لو انت موجود يوم الحد اللي جاي او موجود الاسبوع اللي جاي ان شاء الله تعالى، وانا هخش اتكلم، مش هتكلم بخصوصك بقى، انا كده كده هرجع هكلمه بالخصوص اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو الموضوع بتاع شابتر 6 ده، ونحاول نشوف طريقه نعدل نظبط لكم فيها الدرجات شويه. خلاص هاجل حضرتك يوم الاحد او الاثنين، مفيش مشكله، اي حد عنده مشكله تعالى وانا تحت امرك في اي حاجه، مفيش مشكله. ماشي يا دكتور معلش. يا دكتور معلش. يا دكتور لو سمحت اتفضل. يا دكتور انا درجتي يا دكتور ما ترصدتش خالص، جنبها انا فاضيه خالص. طيب اسمك ايه هندسه؟ اسمي احمد عطيه والمعاتبه. احمد عطيه ماشي.
ماشي يا احمد، انت نفس الكلام يا احمد. مكتوب امبوسنج بس ما فيش اي درجه خالص. طيب استاذنك يا احمد بعد اذنك تعالى الجامعه يوم الاحد. اي حد يا جماعه عنده مشكله، بس مش عنده مشكله الدرجه ما ترصدتش، مشكله كبيره يعني، ماشي يجي، زي مثلا زي فارس والراجل ده احمد عطيه. تمام يا دكتور. تمام. المشاكل الثانيه بتاعت الشابتر 6 دي انا هتكلم معاه بخصوصها، يعني دي مشكله عامه يعني. استاذنك بس اتفضل معاك. ينفع بس يعني الدكتور يفتح لنا اللي احنا نشوف ريفيو